السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج تكسير الذي يأتيكم سهرة كل خميس على قناة التحرير ويب تي في. بالطبع كل يوم نستضيف ضيف مميز من ولاية الواد، سياسة، رياضة، تمثيل، مسرح، يعني في كل المجالات. واليوم اخترنا لكم ضيف لطالما رسلتمونا بشأنه، ناس كامل بحثتنا عليه وخصوصا التجار والسوق. كل ما نروح للسوق إلا وكل التجار والفلاحين يا كمال مجبت الناشي إدريس القمايري. ضيف اليوم وضيفكم وضيف برنامج تكسيره هو السيد إدريس القمايري، نرحب به أنا وياكم. مرحبا بك يا سيد إدريس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم خاوتي. نشكروا قناة التحرير اللي راي استضافتنا هنا، وهذا الشيء هذا كله بفضل سي كمال، هو اللي الغالب جاري ونعزه ياسر كان رافض لي في الحضور، وبفضله هو راني جيت هنا لان الوقت هذا المور راني راقد به. صح. نعم بالطبع، بعد ما ألحينا عليه الشيخ إدريس وأصرينا على أنه يكون حاضر لطلب الناس، فالحمد لله بالعالمين للمرة الثالثة والرابعة في الأخير استسلم لطلبنا ولبى النداء. إن شاء الله تكون حلقة شيقة جدا. بالطبع برنامج الحلقة اليوم سيكون على غير العادة لكثرة الأسئلة. أنا راح إن شاء الله كما أعلنت على البرنامج ستكون الدقيقة الأولى ولا اثنين أو ثلاثة دقائق تعريفية به، بعدها ندخل مباشرة إلى فقرة عندك ما تقول، نوري له مجموعة من الصور باش يعلق عليها ومش راح نطول فيها أيضا، وندخل مباشرة إلى كرسي الاعتراف من البداية. هذه اللي أول مرة نديروها، عندك سعدنا ياسر فقرات ندخلوها بعد نروح الكرسي الاعتراف. أنا ما أضر اليوم الاعتراف ديما موجود عندي. لا شوف اليوم اعتراف سيكون رسمي عبر قناة إعلامية والناس كاميرا تشاهدنا يا أخويا. إن شاء الله شوف إن شاء الله أمام الله وأمام وأمام الشعب كل اللي راه يشوف فيا واللي تبع فيا والمتابعين. نعم إن شاء الله بإذن الله ما نقول كلمة الحق إن شاء الله، كلمة من زيدها حسبني رب وحسبني الله سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله. إن شاء الله إذا كان قلت كلمة زايدة ولا خاطئة طريق بإذن الله الكلمة الحقيقية. هذا تحدي نقول. تحدي من البداية راني نقول لك. نعم لأن ما عنديش ما كرش ما فيهاش تمن. نعم راني إنسان واقعي وإنسان حقاني على روحي، نقول لك راني وفيا وفيا. نعم جميل جدا، هذه بداية أحسن بإذن الله إن شاء الله أحسن بداية لبرنامج تكسيرة بهذا الشكل. يلا بالطبع لمن لا يعرف إدريس القمايري هو عضو المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ورئيس فرع تجار الخضر والفواكه بالجملة، مكلف بتأطير وتنظيم أسواق الجنوب. هذا هو إدريس القمايري على عجالة. يلا يا فتحي ندخل مباشرة إلى فقرة عندك ما تقول. فقرة عندك ما تقول بالطبع كانت هي الفقرة الثانية أو الثالثة في برنامجنا اليوم، قدمناها لكثرة الأسئلة اللي جتنا عبر صفحتي في الخاص، صفحتي الأخرى، صفحة قناة التحرير، صفحة يعني أسئلة من كل صوب وحدب من كل مكان. فرب يكون في عونك اليوم، عديد المواضيع راح نطرحها معاك. كاين حوايج درني عرفها وحوايج أخرى والله. نعم في حدود ما تعلم. بالطبع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون الشيء اللي نعرفه وفي حدود المعقول راني نجاوب عنه إن شاء الله. حاجة فوق طاقتي يلا غالب. نعم. نقول لك راني ما نقدرلاش والله ما نعرفهاش إن شاء الله. شوف اليوم حتى الانترنت اليوم دارسها بينا هاي تروح وتجي ربي يجيب الخير. البكالوريا اللي كملت مسألة الانترنت عندنا تروح وتجي. أمين يا رب العالمين. يلا يا فتحي نبدو مع الصورة الأولى، نعطيك صورة ولا اثنين تعلقنا عليها من البداية سي إدريس، راح تشوفها الآن عندك في الهاتف. تشوفها في الهاتف الآن أمامك مع الموسيقى. بالطبع الصورة الأولى هي لي أخوك هارون الذي فقدتموه قبل سنوات. أنا نشفى له وجاري قبل سنوات، فجعت أو لا فجع حي المنظر الجميل كله بخبر فقدان هارون إثر عملية إرهابية. اغتيال هارون أحدث صراحة ديتني بشي. نعم خلينا نبدو بالوجع لنا بعد اللي أثر فيه الشيء اللي أثر فيه. نعم هارون وشنا قدش مرة تكتب على هارون الله يرحمه إن شاء الله، ربي يرحمه إن شاء الله وراه إن شاء الله شهيد عند الله إن شاء الله. هذا كنا نعلمه فيه كسوا له 17 سنة كي بطل الغراية وما حبش يقرأ، بدينا نعلمه فيه تجارة نبعث فيه مال الشاحنة. النهار اللي مات نهار اللي رايح للجزائر قلت له ما تروحش، كنت رايح للغرب، راحوا هم للجزائر خرجوا على 12
بين مغرب وعشاء تيروا فيهم، كان هو وولد خويا ولد قويد الله يرحمه موسى، وكان شيفور من الجزائر. حبسوا في طابلات، حبسوا لهم، حبسوا البراج، مش نعرفين شكون اللي ارهاب كانوا في ميكا، حبسوهم، حبس عاود ديمارا شيفور. المهم ضربوا شيفور، ضربوا حبه هنا فمه الطفل هارون الله يرحمه، رصاصه جات في قلبه، في قلبه. نعم، انا كنت في نهار هذاك كنت في معسكر، دخلت على 12 قايله جاني تليفون، اول تليفون جا لي انا بعد في الرومبو تاع معسكر، حبس تحت في الارض الله يرحمه. بسب كيفاش كان عمره هارون؟ كان 17 سنه عمره تماك، 17 سنه بسبته هو العزوز حبست قريب مدة 12 سنة هي حابسة في الفراشة. الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه برحمة الواسع هارون، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ما حبيناش نبدو لك بالدموع، لكن أنا عارف علاقتك بهارون، وحتى خاوتك راهم حكوا لي على أن هارون عنده مكانة خاصة وفي العائلة كلها، لأن ديما اللي يتفقد ديما يخلي وجع، والموت ديما صعيبة خصوصا على الطفل الصغير مازال عنده مستقبل وكذا، لكن هذا مشيئة الرحمن. أيضا نروح إلى الصورة الثانية يا فتحي. أيضا هو شخص متعلق به ياسر دريس، كنت دائما تقول هذا راهو بايا ماهوش خويا، خوك قويدر الله يرحمه برحمة الواسع. نعم، ماذا يقول دريس في خوه قويدر؟ الله يرحمه خويا قويدر إن شاء الله. هذا حكيت معاه طريق حتى نقولت فيكس، وكي مات مات يسوقوا به، مات يسوقوا من 83 وين نحكم معاه نخدم معاه. المهم توصلت، ممكن تعلمت معاه ياسر، كنت صغير وكنت مرمده الحقيقة، كنت مرمده، كنت شيطان واعر، كنت بكري وكنت نطلع الفوق والحاجر فيه، وهذاك كان 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 باي والله يضربه بالكف. طب سلسة ويسكت، هذا هذا اللي تعلمت معاه. هو شاب شاب كان بالكريولة وبهيم الله يرحمه. ومن بعد في 83 ولا ذيك درنا الشاحنة ذيك، وين درها؟ درنا عمي وبدينا نخدمه وبدينا نتخابطوا في الطريق، لكن هاك تشوف قدر الله، قدره الله يرحمه ان شاء الله. السلام. نعم نعم، في موقف طريف ارسل لي صديق هارون اخوك، حكى لي انه حكى له هارون انه مره سافرت مع بدلوك شويه جو، سافرت مره مع قويدر ما حبش يضحكك، حبش يضحكك، حبش يضحكك. نعم، ما حبش يديك معاه قويدر مره في السفر. قويدر كان قبل كنت صغير ونشتي نسافر، القرايه بطلتها في الترواز يماني في الثالثه متوسط، وما لها قلت نروح معاه، قال لي ما تروحش معايا، انا كنت حاب نتعلم باي سيفه، نروح ما تروحش، قلت له قلت لك نروح معاك سير نروح معاك. ديما راهو الله يرحمه محمد ثامر كان يسوق بيه، يسوق معاه. المهم في طريق سوق الفلاح ديما راه يمشي قريب تروازيام الكامي، يمشي على الاقل 40 في الساعه ولا هذيك، نلحق نجري ندخل في رود سيكور تاع 700 بارفا هذيك اجونت وين راكبه التالي، ندخل فسطها وندور كل حلزون خدم هذول الصغار، دخلت كل حلزون وغطيت روحي بليبود، انا مشوف الطريق البراجات والطريق ما بعدش ياسر حقيقة، وصل الحمراء للغمرة عشاك حبس في ستاسيون، حبس في ستاسيون، حدر غوادر دار طف رقد تحت الكامي وبدأ يسيري في الكاردو، ونطلع عليه قلت الحاج غدورة أنا هنا، ويطلع راسه. المهم ضرب الكاردو شد يا حلوف يا اللي فيك يا ذيك، ما عليه كان طلعني معاه في لكابين صغير، قال لي وش عندك لك تونت كمل معايا خلاص، كمل كملت معاه هني من ثم عدت نسافر معاه ونمشي معاه ونذرع اليمين عدت ساعة نرمدة ساعة يضربني ساعة هذيك وهي فايتة الله يرحمه برحمته الواسعة الحاج قويدر.
أيضا عندنا فيديو أرسل إلينا قبل الحلقة بخمس دقائق، هذا خلينا لك مفاجأة قبل ما نروح إلى كورس الاعتراف. نشوفوا هذا الفيديو مع بعضنا يا سي إدريس. السلام عليكم، نشكر قناة التحرير على هذه الحصة الجميلة والمشوقة والتي كنا ننتظرها من وقت ما أعلنوا عليها، والآن نتقدم بالشكر إلى أبي الغالي، ربي يحفظك يا بابا ويعطيك ما تتمنى ويجعلك سند لنا ويجعل التاج فوق روسنا. يا رب ثبت أجرك في كل ما قدمته للبلاد والعباد، يا رب اشفي أمي واحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة التحرير خاصة كمال رزوق على هذه الاستضافة اللي استضاف فيها الوالد وهذه المبادرة والحصة الممتعة. ثانيا أتوجه برسالة حب وتقدير وشكر إلى الوالد، بابا رانا نحبوك ورانا كتافك، وربي يجعل كتاج في قروسنا إن شاء الله، وربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. والكلمة تاعك المشهورة واللي راك حاطها على صفحة الفيسبوك، أحب كل الناس دون استثناء، هذه وحدها تدل على طيبة أخلاقك وأعمالك النبيلة اللي راك تقوم بها تجاه البلاد والعباد. دمت لنا سندا وفخرا وقوة، أعتز وأفتخر كونك أبي. رب يطول في عمرك إن شاء الله، يعطيك ما تتمنى، رب يحفظ لنا الوالد والوالدة إن شاء الله. من هذا المنبر نشكركم ورب يعطيكم ما تتمنوا يا والدي، رب يعطيكم ما تتمنوا إن شاء الله، إن شاء الله ربي يرزقكم من حيث لا تحتسبون. نحبكم وكنوا لكم كل التقدير والاحترام إن شاء الله، وشكرا شكرا شكرا لأنكم والدية، شكرا ماما وشكرا بابا، ربي يعطيكم التمنى إن شاء الله. وتهلا الولد القدام رانا معاك. السلام عليكم، عند ولدك أيمن صحيح. ربي يعوض البابا ويجعلك تاج فوق روسنا إن شاء الله، وربي يرزقك ومدام بابا في التالي أنا جنبي لا نطيح. ربي يحفظك يا بابا عن الشيء اللي درته بينا، وشكرا ليك وربي يحفظك لينا، يا ربي يسر أمورك سهل لك كل صعب، يبعد عنك الشر الخلق، قرب منك الطيبين يا رب. والله نعم. يلا اذا تعليقك على هذا الفيديو يا ادريس. وين هالفيديو؟ يلا اللي شفناه الان تعليقك عليه، فيديو اولادك هم يتكلموا عليك ان شاء الله ربي يحفظهم وانتم تكموا اولادنا، ربي فيهم كان على الصح وان شاء الله نوكلهم غير الحلال باش يطلعوا ذريه طيبه. كلهم قلوبهم سمحه وقلوبهم طيبه، وسمع خاطيني انا مزيرهم شويه بزيد مزيره يا عسكري، يقول لي ايمن راهو الدخول يا ودي يا عسكري يا ودي تو ما عادش يخرج صغير، ما كانش العشره لازمك تدخل الحوش الاخر طول واقف له. المهم حتى توصلت حتى كان يسعى وحلوه شوي، قال لي داير لي حتى الطوموبيل يتبع فيها بالجي بي اس. نعم جي بي اس. يا ودي انا ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله صيله طيبه والاصل طيب. ايمن ان شاء الله رضي عنا في كره القدم ولا لا؟ لا لم احنا كره القدم، لا كره القدم مليح وهذا سبور لان مش حاجه باش تضرني ولا باش تضره، الحاجه اللي باش عاهيلي نخاف منها واللي صحيح. ويتبع في اصحابها ثاني، اصحابها كل ربي يبارك عليهم ثاني خير ربي الحقيقه. قد قد يلا اذا كملنا مع الفقره الاولى، ثاني عندك ما تقول، وشفنا الفيديو وشفنا الصور وبكينا سي ادريس اسحاق. نعم اسحاق ايضا لا اسمه ياس اسحاق، ربي يبارك عليه ربي يبارك عليه ان شاء الله. الياس الياس ثاني ربي يحفظه ان شاء الله، والله يراهم هنين يا وذيك يعني نعيط عليهم وهذيك، لكن عيط لبا ديما ولا بد، هذا كل رو عز وبغي ما مش نعيط عليهم يعني نسب ونوض فيهم وهذيك، لكن هذا كل راني خايف عليهم. ماذا بيا يطلعوا يقولوا غدوه ما يقوليش واحد راه ولد ادريس دار ولا فيه ولا هذيك، ماذا بيا وليداتي ما يقول لي عليهم حتى واحد كلمه بمشي. هو احسن استثمار الان في الدنيا هما الاولاد. نعم يلا يا سيدي نروح إذن إلى الفقرة الأهم مباشرة، إلى فقرة كرسي الاعتراف. نضرني مع الوقت هذه 20 دقيقة يلا تعطينا الموسيقى المميزة كرسي الاعتراف. أنا الاعتراف نظن اللايف تاعي راهو اعتراف. نعم خاص غير حاجة واحدة ما زدت ما بين قلت لك رحت لها إي والله الدنيا كل نوضح لكم فيها. نعم ما عندي حتى أسرار في الدنيا. نعم كلش على المكشوف إن شاء الله. تحية منا إلى كل من يشاهدنا وكل من أرسل لي أسئلة لسي ادريس وكل من يشاهد في برنامج سكسيرة، ويعطيكم الصحة على تفاعلكم معنا هنا عبر الفيسبوك وعبر السوشيال ميديا وعبر الواقع أيضا. ياسر ناس نتلاقى بها ديما، يعني تعطي فينا في ياسر نصائح وتدعم فينا وتعطي فينا في اقتراحات وشخصيات وأسئلة في الخفاء.
كلها ان شاء الله في المفيد. اليوم راهو معانا ادريس القميري، طلبت انا باش يكون حاضر معانا واستعملنا نفوذنا ورانا جيران وكذا باش لخاطرك يا خويا، الحمد لله تمكنا باش نجيبوه. ونبدو مع الاسئله لكورس الاحتراف، لاسئله مطوله جدا راح نسالوه. اذا كان طلب في نصف الفقره انه ياخذ فاصل قصير، يا خويا من حقك موالف نروح من هنا للجزائر ما نديرش فاصل في الطريق. اه خلاص ما راح تنديش معنا فاصل، ما كاش مشكل، ما كاش مشكل، ما عنديش باش نزوق لك الهدره ولا هذيك، ما عندي ما نزوق لك فيها، راني باش نعطيك الرسميات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أنت تعرف قواعد اللعبة، قواعد كرسي الاعتراف، الصراحة ثم الصراحة والشفافية، وأنت وعدتنا منذ بداية الحلقة أنك ستكون صريح جدا ولأبعد الحدود. إدريس القميري الكل يشاهد، الكل يشاهد، صغير كبير رجال نساء، من ولاية الواد، من خارج ولاية الواد، مرحبا مرحبا، وأكثرهم أحبابنا وخوتنا التجار والفلاحة، نوجه لهم تحية دائما. راهم صراحة عطينا الكلام الطيب، نتلاقوا معهم في السوق، يحبونا، تحرير 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 كمال، بارك الله فيكم، هذه شهادة نعتز بها. ونبدو مع السؤال الأول، شوفوا راح نبدأ له بالأسئلة السهلة ونختمها في الأخير بالأسئلة المهمة جدا التي أرسلتموها كلها كرسي الاعتراف هذه المرة، ولا اجتهدت أنا اجتهاد، كلها من رسائلكم من اتصالاتكم. والله الهاتف قسم بالله قبل أن أتفرج في دورة الأصنام، لنوجه لهم تحية، دورة الأصنام، دورة الزغدي مبروك الله يرحمه، دورة مميزة جدا، نوجه لهم تحية من هذا المنبر. أيضا دورة الشيخ جمال البليقة بالقارة للكهول، يعطيهم الصحة وبالتوفيق لكل الدورات. أيضا الرقيبة اللي راهي الآن تبدع في دورتها، ربي يوفقهم جميعا إن شاء الله. قلت لك الهاتف لا يسكت، ما حبش يحبس من المكالمات والمسنجر والواتساب والانستغرام. استنوا في ادريس، كل ما ندير لهم كل ما حب ان شاء الله، ان شاء الله احنا ان شاء الله راهم يحبونا كل ما حب فيك ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول يقول، تسمع سؤال ثم تسمع فاصل موسيقي قصير وتجاوب، لازمك فاصل لازم يكون لازم الفاصل، رتب افكارك امورك وتجاوب. ما عندي ديريكت، ما عنديش افكار، عندي حوايج رسميات باش نهضرها صراحه، مش هذه صراحه. شوف الفاصل من حقنا صراحه، فاصل حاجه ما نقدرش نجاوب عليها، نقول لك راني ما نقدرش. خلاص خذ راحتك، تن غير امشي، خذ راحتك، والناس اللي تشوف فينا وتشاهد فينا، ولك ان تجيب كما تشاء. راني جاي هنا بسم الله وبرضايا. خلاص. السؤال الأول يقول، نعم حسام عاش يقول لي زغدي مراد، مراد نعم أستاذي زغدي مراد، ربي يرحمه وليس مبروك، لأني عندي صديق آخر اسمه زغدي مبروك، ربي يرحمك يا شيخ زغدي مراد. نعم. يقول، ما هو سبب توقف محطة توليد الأكسجين بمستشفى الشط بعد فشلها في توفير ما يستحقه المشفى من مادة الأكسجين، وأين ذهبت الضمانات في جدية المحطة؟ نعود، ما هو سبب توقف محطة توليد الأكسجين بمستشفى الشط بعد فشلها في توفير ما يستحقه المشفى من مادة الأكسجين، وأين ذهبت الضمانات في جدية المحطة؟ فاصل قصير جدا موسيقي وتجاوب. بسم الله سيدي. المولد الاكسجين هذا كي جبناه راه يمشي لبس عليه، لحد الان راه يمشي لبس عليه، لكن المولد هذا ولا مولد اخر ولا مولد تاع تركيا ولا تاع الصين، وكلهم مولدات هوائيه ماشي لوكيد كيما راهم يجيبوا فيه هواء واكسجين. 93 نسبه 93% ولا 94%، معناها راه الاكسجين طبيعي وجدا جدا، وهذه لانه الكتالوج تاعها راهم عندهم وكل شيء، وعندي الدوبل تاعهم راهم عندي، مولد الاكسجين يخدم لباس عليه، لكن هم راهم يخدموا بلوكيد، لوكيد هذا يجي لوكيد ويتحول من بعد للسماء، مش كيما لوكيد كيما هذاك توكي، هم ما يحتاجوش لوكيد، راهم مطفين عنا محبسينه، الباغي هو يمشي لباس عليه ما خاص حتى شيء، ركبناه ومشيناه واستنفعنا به ونغض ناس
اليوم اللي فرغ فيه الاكسجين هاك اليوم هذاك وحده ولا النهارين هذيك اللي ركبنا فيه ونقض الناس تم هذيك فايتي كان حب يحبس الان يعني تقول راهو الان يمشي لاباس عنا ما خاص حتى شيء النهار جبتوه لكن لوكيد تو ستيرنا لوكيد لوكيد تو مش كيما الاكسجين هذا وهذا ويني كي جبناه ركبناه هو نورمالمون يقدم حدا ذيك لكني هو يمشي 60 ميل هو 60 ميل لتر ويمشي 60 عبد والاخر يمشي 30 90 لكن بعد المسافه ما يقدش يمشي 90 تقلص تنقص صحيح. تنقص بعد المسافه ممكن تيوات مشي مريقله قديمه اونسياس لان سبيطار اصلا راهو قديم راهو نورمالمون راهو تعاود الكل صافي تنقص النسبة تاعه لكن هو بعدها احنا الحمد لله رب العالمين الأزمة فاتت الموجة الرابعة فاتت بدون أكسجين كانت خفيفة ما استحقناش يسمى وما احتاجوش في سبيطارات كل في أي مستشفى ما احتاجوش حبسوه نعم يمشي علاش تو مدام عندك لوكيد وميش هذا ميش يخدم خدمة تو لاباراي هذه مش تخدم خدمة الأكسجين تاع لوكيد هذا خدمة هذا هواء وهذا أكيد أكيد مقلص يجي صح صافي مش كيف كيف فرق بين هذا وهذا لكني هذا الوقت اللي نحبسه نلقوه وقت فك المشكل وفك المشكل طب هذه حقيقة وهذه يشهدوا لها الناس الرسمي اللي لم كانوا يتم نعم إذن نقولوا المحطة توليد الأكسجين تمشي لبس عليها تمشي لبس عليها لبس عليها بضماناتها بأمورها كواغتها مديتها لهم وكل شيء وعندي الدوبل تاعهم عندي وهذه وإذا كان قالوا هكذا كان شوف في من ناس قال مختصين شوفوا دريس في من سأل قال دريس بمن اتصل دريس لما كانوا باش يجيبوا هذه شوف رجال الأعمال أصدقاء لا رجال الأعمال أصدقاء لكن هل اتصلتوا بمختصين هم اللي تكفلوا ب احنا رانا سقسينا واستفسرنا وكاين تاع الجهه وانا اللي اثرت الموضوع اصلا في الفيسبوك كانت بجهه وكانت بيتنا انا اللي اثرت الموضوع تاع الاكسجين وتاع لاباراي وهرني يكلموا فيا تبس يكلموا فيا من البلايص الكل يكلموا فيا انا والفاتر عندي كل تاع الدول الكل لان بعثت لي الناس بعثت لي الفاتر كي اثرت الموضوع انا وقتها إذا كان حبيت نحكي لك الحكاية كيفاش حتى توصلنا باش لمدنا حقه بالمختصر إذا كان أمكن هي سبتها طبيب مريقة بارك الله فيه هو اللي أثر الموضوع معايا قال لي عنا قال لي دريس باش نديروا باراي وهذه قلت له هذه حاجة مليحة للبلاد وما دابينا هذه وين الحاجة وقعدت نتبع في الطبيب وهذيك السيد اللي باش يجيب كانت جبت لهم السيد من باتنا باش يجيبوا معاه لكني ما مشتش الامور وقالنا احنا حبينا نديروا حاجه كبيره هو باش يجيب واحد تاع نورمالمون قالوا 500 يسوى المره الاولى وصغير ما يدير حتى شيء ومن بعد قالوا قلنا مليار و200 قال لك انا نجيبها وحدي قلنا له احنا نجيبوا حاجه كبيره وحنا نكملوا لك السيد قال لا نجيب وحدي انا تغلغت خرجت من ثم كلمت زوج من الناس نذكرهم ولا ما نذكرهمش اذا كان بارك الله فيهم مش شرط مادة والله هذيك اللي راهم ما نذكرهمش فوق ما نذكرهمش زوز من الناس اللي كانوا بارك الله فيهم واحد من رجال الأعمال وواحد كونطابلي واحد منهم قال لي يمشي إدريس وراني وراك والثاني قال لي إدريس نديروا طابلة في السوق ونلمده ومشي هذيك كلمة الطابلة أثرت فيها هذيك بديت بروحي نفسي بعد طعم وبديت ألو فلان هات فلان هات فلان هات زوز ملاير وسبعمية كنا شارين كنا شارين شارين بزوز ملاير وسبعمية كان اللي واقفين معايا عبد السلام دلل وعبد الوهاب تاعنا ودعمي يعرفوه السيد والسيد معروف مدير العاتر تيقة ويخدموا معاه هو اللي شراه وأثرت الموضوع في الفيسبوك والناس كل عادت معايا وهذيك لكن قلت كي قلت نهار
الحد ولا الاثنين، يما كان ما جاش الخميس جيب الاثنين، يعني في اسبوع جت العدات. يجيني تليفون نهار الجمعه على 11 تاع القايله، انا في السبيطار. الاول حاج دريس المولد راهو كبير وعالي وهذيك، وراهو زياده كبيره فيه في الفاتر في المبلغ تاع ترونسبور مش فيه هو. قال لي حبيت نرجعه نجيب لك في كونتينير ينقص لك، او ترونسبور اغلى من هاي. وحنا عدت نشوفوا الشيء اللي صرا لي في سبيطار تم، وشفت الناس تتمرمد والناس خايفه، عادت خايفه من الاكسجين وهذيك. تسرع، قلت لي لازمني سرعته، عاد السرعه لازمك، لازم يجي المولد هذا باي سيفه. قلت له تون عاودك بركت في الارض مليار زايد. قلت له امشي وراني هنا، هنا ما كانش راني خلصان، ما كانش مشكل، نحيها من لحمي، نبيع كاميون، نبيع جدي، خلاص صي. المهم لكني هاو بفضل الله وهذيك الحمد لله رب العالمين. قلت له اوكي يا دز عول على ربي، ما ترجعش مارشاليير، صي عاد ما عادش تاعي الحاجه هذه، مش تاعي. قلت له اوكي امشي. خلاص صليت، ما صليتش الجمعه والله ما صليتها النهار هذاك، ذات من الضغط هذاك. وين بعد الصلاة جبت التليفون، الو فلان ها استراليا هات لي 200، فلان هات 100، فلان 960 مليون للمغرب. قعدت حاجة، قلت لهم يلا الجماعة من غدوة الصباح يلا تو نتراسلوا للجزائر. قلت لهم المهم عبد السلام وعبد الوهاب رقدتهم في التريتوار تاع المطار، قلت لهم بات هنا مشيني متحرك من هنا كلا جا. ما جاش يزيد من غدوة جا هزيناه ويهني مولا الكميو باش نطروشه ترونسبورتير، نزيد شويه الحبس وسوست. عدت عمري كميون تخذ في الطريق، ما صراليش هاك الشيء اللي صرا، المسؤوليه اللي عدت حاس بها وهذيك ما تصورهاش في راسك. ما المهم جننت هاك الشفور هذاك، نزيد شويه نقول له حبس نكونترولي سبت باش اش يطيح. عدت طيح توكي الشعب الكل، عدت نشوف في راسي حطان في امال كبيره. المهم النوم والله ما شفناه، الحمد لله وصلنا هنا. خليت جماعه هنا بارك الله فيهم خدموا التندات وهذيك. صاحبي من التوتة جاء بكثر خيره بارك الله فيه، جاء ركب الشومبر، شومبر بعث 10 خدامه ركبها وبدينا. وبعد هذه الكليماتيزير دير اللايف، جاء الكليماتيزير دير هذيك، جاء هذيك، والحمد لله يا ربي مشيناه. وكلمنا جماعه انا كنت انا اللي بلاصيته بصح بحضور الجماعه اللي راهم ركبوا في بجايه وفي هذيك، واصلا من بجايه هم مختصين في الشيء هذا. والحمد لله ركبناه، وهاك النهارين اللي مشيناه فيهم قدام التسليم مشيناه، لانه صرت خلال الحقيقة نغذ الناس الحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل الله كله. نعم السؤال الحمد لله رب العالمين. يقول بداية أزمة كورونا ظهرت إعلاميا بقوة، دريس القميري ظهر بقوة في بداية موجة كورونا إعلاميا طوب، لنتفاجأ بعدها برفضك تلبية دعوة أي جهة إعلامية وغبت عن اللايف، وكأن إدريس اختفى إعلاميا، ولدرجة ظهرت في بعض الفيديوهات تبكي وقلت أو من مصادر مقربة من شدة الضغط. من كان الضغط؟ علاش إدريس اختفى؟ علاش غاب؟ لماذا؟ فاصل موسيقي ونسمع منك الجواب. سلمت البكاء هذا كواني وصلت والله للمرحله كي تشوف عبد قدامك يزراق على بالك، كانت والله قسما بالله وما نزيد عليك. مرتي المراه تاعي بالسيرون في الدار، بنتي انت كيف شدتها الكورونا في الدار، وكرشها الولد طاح من كرشها راح، و قعدت مهم قاعد نقابل السبيطار ونشوف الناس وخياني وهذيك، وتوصلت ندور عليهم بالواحد في وقت الكورونا وهم دايرين في السبيطار نشجع فيهم، لان الاكسجين كان ناقص. هذا قبل البراي، هذه صرت كي شيل الكميو على بالك شغل
توصلوا لقطوا في الاكسجين بالقراع وهذيك من بلايص منه ومنه ونبعث بالترانسبور يجيب لنا بالاكسجين من السماه ونروحوا للطرب العربي يجيب الاكسجين بالقراع. الناصر بزلاسي كثر خيره كثر خيره كثر خيره ونشوف تليفوني يتوجع انه ديجري لقطوا في الاكسجين هذيك تشوف الناس قدامك تموت راهي مش سهله. شوفوا اهلنا ومالينا يموتوا ما 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 تقدش ما تقدش ما تقدش حاجه كبيره فوق فوق طاقتي وفوق طاقه الناس كل ما الغالب. عدت نبات في ميكا في السبيطار ونقعد تميكا. النهار اللي جاء الكاميو كان على الاخر الاكسجين وطرد الكاميو توصلت حتى روز سيكور. قلت حتى كل يكريفي الكاميو هذا موجد روز سيكور الاحتياطات كل استباقيه داير قاري الاحتياطات كل حتى اونكا شو وفره تليفونات نكلم فيهم وراك وراك النهار كل اللي هم الله لا يعيدها ان شاء الله يا خاوتي. الشيء اللي شفته الله لا يعيده الله لا يعيده الله لا يعيده يا خاوتي. الشيء هذا يا ويني راه صعيب ياسر اللي تشوفوا اهلك وماليك واصحابك ومالك وذيك وخاوتك وجيرانك وذيك تشوفهم تلقاهم تمك يزرق قدامك عبد. توصلنا هنا نلصقوا في التيو مرات عايرفينا وتسب فينا طيحنا هم زراقت قدامها تود اخر الغالب فوق الطاقه تاعنا. وهذه ازمه راهي صارت على الجزائر كامله مش كان على الواد لكن احنا الحمد لله يا رب العالمين وهذا فضل الله اللي خلاني دارني ربي ثميك في هاك البلاصه وعاونت ووقفت والحمد لله رب العالمين ما ماتتش ناس ياسر وهذا فضل الله كل لان سخرني ربي ثميك باش نعاونهم ونوقف معاهم. ما كاش واحد ما اتصلتش بيه. على اختفيت على مين المدلخ؟ رفضت الظهور ظفرت رفضت الكلام هربت سافرت لان حبوا يدخلوني المتاهه اخرى. لا انا نحكي على كورونا على ايمات كورونا مش الان فتره الكورونا. ادريس ظهر مده بعد اختفائك حتى في السبيطار عن اي تصريح في السبيطار واي سبيطار درك يبدو يديروا في الدعايات هو ادريس يدير في المشاكل جبت روحي بعد سخير رحت سافرت خدمة على روحي قضياتي ذيك تحاتولها بخدمتي خلاص فكينا المشكل فضت أزمة صرت وفكيناها سافرت على روحي رحت الغرب رحت نخدم على روحي خدمتي هاملة دنيتي كل ذيك رحت تحركت على روحي هذه ما حتى توني اختفيت رحت نخدم على روحي وعندي الطفل مريض عندي هذيك قضياتي. يقول محمد بشير مهارية احكينا كيفاش كنت تهبط في قراءة الأكسجين الفارغة وتعاود تطلعها للكاميو في سبيطار شط والمرضى نتاع الكوفيد يطلوا علينا من النافذة هذا الكل باش ما يحسوش باللي سبيطار ما عادش الاكسجين. سؤال مهم. وحنا قلت لك اني قلت لك توصلت ندخل للملاد نتمسخر معاهم واني عارف الكورونا وهذيك وداخل ما عدتش ممل في روحي خلاص سي عدت نحوس ننغض الشيء اللي نغضناه نعم الفايدة يا رب. نعم مع سؤال مع كورونا لازم نوصل لك لهذا السؤال صراحة بعدها نروح إلى ممكن نخرج شوي إلى جو السوق وكذا وكذا. للأسف أستاذ ريس كاين أسئلة لازم نسألها لأن أسئلت الناس. يتهمك البعض باستغلال العمل الخيري ومن بينها حتى أيام كورونا. يتهمك البعض باستغلال العمل الخيري ومن بينها أيضا كما قلت داخل فيها أيام كورونا وظهورك في أيام كورونا وبكائك كمطية للوصول لأهداف أخرى. ما هي؟ ربما تكون سياسية. ما هي؟ جوي حللوا لي. شوف هذا سؤال مهم جدا وأكيد ممكن راك سامع جوني عند الناس. جوني ومعولي باش يديروا اللايف وجوني لداري قلت لهم تعمل مزية ما يجيني حتى واحد. مشيني محتاج مترشحني. ما عندي ما ندير به. حتى المسائل مش لازمني المعارف كي نعرف ما ندافعش على بلادي. كي نعرف ما ندافعش على بلادي. ما عندي ما ندير به أنا المسؤولية. راني انسان حاب نخدم ببلادي وحاب نستثمر في بلادي وغايدتني بلادي وباش يخلوا وليداتنا يعيشوا في مكان طيب وسمح. سيدي حاب نبدل هالشيء اللي راه صاير هذا حاب نبدل
لكني لقيت روحي وحدي ولقيت الناس تكسر فيا، ما عندي حتى صلاح وما عندي ما ندير به. السوق ذا تغادر ما ندخلهاش، كلها السوق هذا عندي خاوتي يخدموا، نبعث دري يخدموا، عندي خدامة يخدموا، لاباس علي الحمد لله يا ربي، مشيني مليونير دير ومشيني فقير، راني انسان تاجر لاباس بيا، نايض دمار نايض بذراعي الحمد لله رب العالمين. نقول هكا لاصحابي في الغرب ولا في امبورتكي، نقول لهم اعطوني من المليار للزوز للعشرة نهز، وهذه اكتسبتها بالثقة وبالخدمة تاعي، هذه اكتسبتها بالثقة، ما عندي بالمسؤولية هذه ما عندي ما ندير بها. كي تعود تخدم وتجري وتدير في عمل الخير وكذا وتشوفك الناس في اللايفات يقول لك الناس بالأخص عندنا يقول لك ما كانش قطي سيد الربي. لأن الخير تقطع، لأن الناس الخير قطعوه، عاد يشوفوا في الناس كل ماديين، لأن صح عادت مادية الحدث. كي يشوفوا واحدك يديروا عقون بهلول توصل مرتي ذا تقول لي انت اللي تجيك تعاونها واللي تجيك هذيك هم يديروك هم يا ودي ري لله ان شاء الله ربي الصدقات يا اخي تبعد البلاء وتطول في العمر يا اخي، الصدقات تبعد البلاء يا اخي، ربي اللي يقول هكا مش ناي يا اخي، كي تصديق علينا نروحوا لوين؟ نروحوا لله سبحانه وتعالى. نعم يا علواش راني ندير في الخير، نخرج في حق ربي، نصدق الحمد لله رب العالمين، لكني الشعب تاعنا كي يشوفوك تمدي صحابك راك مليونير دير راه روبيني يسربي عنك في الدراهم، مش روبيني عندي نيره نيراني، هذه حاجه وخاصه المراد مريض ونعود عارفه متاكد منه ما نخليش راني نعود في الغرب ولا في الجزائر، امي كلموا فيا وانا نبعث، وهذه ان شاء الله يجعلها لله، راني مشيني نافح في هذيك، راني انسان نوضني بايا هكا ونوض وليداتي كيفي، راني نخدم لوجه الله، ما عندي حتى صلاح وما يخصني حتى شيء وما يسالني حتى واحد، وعمري ما مديت يدي لواحد. بسبب ظهورك الفترة الأخيرة فيه بعض الأحزاب في الانتخابات قصد تدريس القمايري للترشح معه، كاين ولا ما كانش؟ قصدوني قداش الحزب؟ قلت لهم اخطوني ما نقدمش، خطيني ما تلزمنيش، هكا راني ندافع على البلادي، هكا راني ندافع على بلادي ونمشي ندافع عليه، مشي نوصل في صوتي، صوتي راه يوصل راه، ما نروحش لهمش هنايا المسؤولين، وعمري ما قصدت رحت لهم، حتى الوالي دخلت له خطره واحده، وصل في صوتي، صوتي ما نوصله، تسمعها انت تروح توصله، مش شرط تروح للدين، يا اخي راه كاين رؤساء غرف، كاين اتحاد التجار، كاين ناس اخرى، كاين المنظمات، يا اخي يسمعوا في الصوت تاعي ويسمعوا في الشيء اللي راني ندير فيه. صحيح. منها هنا يهز ويدي. هنا نعطي في كل شيء. نوضح في كل شيء هنا. مشيني ندرك حتى حاجه، حتى تجارتي نبين فيها، مشيني ندرقها. راني موضح كل شيء على المكشوف. راني نحوس كل شيء واضح. يا خويا راني نبين في اي حاجه، ماني ندرك في حتى حاجه على الناس. واضح. يلا نخرج من كورونا ونروح الى الموضوع الشاغل والمهم واللي الناس كامل سقصت عليه، حبينا فقط نرجع فيه لكورونا لان كانت فتره مهمه جدا في حياه ادريس. يلا نروح الى الان السوق، وما السوق والفوضى وما فوضى وبطاطا وما بطاطا، فيها أسئلة كثيرة جدا، الله يكون في عونك. ونبدأ لك بأول سؤال على السوق. سوق الخضر السؤال يقول أيضا، نبدأ من الأسهل إلى الأصعب، راح نلحقوا البطاطا ان شاء الله. امور البطاطا كما راكم سالتم تقريبا هذا اكثر سؤال سئلنا فيه، نجاوبك على كل شيء. نبدا بالسؤال الاول، يقول يقال بانك يا سيد ادريس القميري كنت من الذين لا يريدون ان يكون السوق المركزي للمواشي في الجهه الجنوبيه للولايه تحديدا في بلديه النخله،
قال بأنك كنت من الذين لا يريدون أن يكون السوق المركزي للمواشي في الجهة الجنوبية للولاية تحديدا في بلدية النخلة. شوف كل سكان بلدية النخلة والجهة الجنوبية سقسوني هذا السؤال. مش مشكلة نجاوبهم كل. شوف ني ماني ضد النخلة، ماني ضد الواد، ني ملي زدت فيها الحياة وني في ولاية الواد، ولاية الواد بلدية الواد نعرفها من بكري سوق الجمعة، سوق المواشي سوقها بالجمعة صح فروق منه. هالأسواق هذه وش سموها؟ أسواق أسبوعية، فاهمين؟ أسواق أسبوعية معناها كي نقولوا سوق الجمعة في ولاية بلدية الواد، سوق لحد في خاسة خليفة مثال، سوق الاثنين في الدبيلة، سوق الثلاث في الرقيبة، سوق الأربع في الرباح، سوق الخميس في جهة أخرى. يا أخي الأسواق ما تجيش مع بعضها يا أخي، هذا هو هذا 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 الواقع يا أخي. إذا كانوا يحبوا الواقع الحق راه صعيب، لكن في وقت الكورونا كانت الأسواق مسكرة. أنا ماشي ضد النخلة، النخلة وخياني وأهلي ومالية حتىهم ما عنديش مشكلة معاه، وكون يزرع واحد في حاجة نوض معاه ونجري معاه. في وقت الكورونا الأسواق كلها ممنوعة تفتح بالقانون يا أخي، هم فتحوا السوق هذا كوين فتحوه في الكورونا، ني واحد تاع مواشي باش نروح نبيع تم، تبغى تشيك مون باش نروح نبيع، لان انا كنت فيها مس الحاجه باش نبيع وباش نشد الدراهم. صافي عمروا سوقهم وما حبسهم حتى واحد، داروا السوق ركب السوق خلاص، عاد سوق بالجمعه سوق الواد كي جاء في وقت ما باش يحلوه وراحت الكورونا. ما مشيش ني وش حبيت جيت درت بث مباشر تم، حبيت ننغض السوق، لا تكلمت عن النخلة لا قلت كلمة النخلة لأن قادر أتكلم. ني تكلمت على السوق حبيت نحييه وحبيت ندير، قال لك راك جاي راك راتسيزم، ني مشي ني راتسيزم على واش راتسيزم، ندير في بث مباشر على السوق باش نحييه. ني ماذا بيا زوز أسواق مش سوق، مشكل في اليوم يوم الجمعة، اليوم الجمعة كان في بلدية الواد كيفاش ينتقل للرب للنخلة؟ ما تقول ليش راي النخلة المواشي كل التعينية، لا نيراني ضد الشيء هالحديث هذايا، نيراني عمل واقع نهدر نيكي قلت الحديث، ناني ما على بالي بحتى واحد ني وماني خايف من حتى واحد ونهدر الواقع. الواقع يقول هذا سوق بالجمعة، دير انت سوق بالسبت، دير انت سوق بالخميس، وخلي تمشي الامور، هذا سوق وهذا سوق نستنفعوا منه ومنه. اللي يجي منه انا بكري كنت نتحرك من هنا من واتسوف نضرب بالشهر بهامل من سوق لسوق، عندنا سوق الغباط، سوق ترعواز مدرسيه الادريسيه، سوق بوسمغون، سوق ترعواز، كل يوم سوق. ماذا بينا الاسواق تكثر عليها في خاصه الاسواق الاسبوعيه، لكنهم قال ادريس هيا درينا الله يفهم. ني ماشي ناني ضدك ولا ضد النخله، النخله وشي النخله على ضدها انا، وش من النخلة وش من الواد؟ نعم احنا هنا في ولاية واحدة، لكن احنا ماذا بينا نكونوا نخلوا السوق هذا ونزيدوا سوق اخر. السؤال الرابع يقول مسألة الملفات الثقيلة يا مشاهدي الكرام، ما كاش مشكل راني نجاوب الصراحة. يلا سيدي مادام قلت نجاوب بصراحة بكل شفافية، ايضا يسألك التجار لماذا قمت بتحريك، لماذا قمت بتحريك ملف سوق القرط ليحول إلى الشط؟ الكل قال بأن إدريس المايري هو اللي حرك الملف وهو اللي بداه وهو صاحب القرار وهو اللي حرك الأيادي باش تحول. اسمعني سوق هذاك سوق خضر وفواكه، وحده سوق قرط، سوق القرط هذا ما يجيش هذا سوق الخضر والفواكه، هذه واحدة، وهذه ما جي قلتهاش اليوم، قلتها منين كان عبد الله معوش الزمال كل مسجلين في اليوتيوب، قلت لهم نحوا علينا سوق القرط، نحوا سوق الخضرة هذوكم الخضارة القرو نديروهم في بلاصة القرط، ديروا لي التيف، ديروا لي لحد الآن راني نقول فيها وما على باليش. وبالصح المرة هذه ما كلمتش، كلموني قلت لهم
ينظفونه ذا بيا على النظافه انا. علاه المواطن ياكل من الزبله ذا؟ ماذا بيا نظيف سوق وماذا بيا منظم ماذا بيا مسكر ماذا بيا انا كي نريح في محلي نريح في البيرو ما نريحش في زباله وفي شط. حاشا كرم الله وجوكم هذيك بلاصه ياكلوا منها الناس. يا عيب الشيء هذا. سوق القرط الدجاج واحد داير لي الدجاج واحد داير لي تراوسو واش من حاله؟ مشكلتها هي مشكله قرط هو الاوساخ؟ القرط هي الطوب والوسخ وثم توسعه. القرط كاين سوق الجمال على بالك وقفت عليه هنا وجبت لي جور من البلديه وكلمت الحبيب غراسي وقلت لها الحديد نخلص هنا وخدم السوق والباب لانهم هم ماركين اساميهم الكل. وقالوا ماركينا ووافقوا وخلاص هنا وماركيتهم هنا وعون هذاك تاع البلديه ماركينا اساميهم وتوافقت الناس وباش ننظفوا ونديروا حنا كرياتير داير ساير وباش ننظفوا البلاصه ونديروا لها تيف والزيرو ان ونحولوا هاك الكمائن اللي سادين الطريق هذوك اللي في طريق الجامعه نحطوهم ثم ودي طيور ندوهم الجهه الاخرى. احنا ما عندناش مكان اخر باش نروحوا له تو. ما عندناش مرشي كوفير باش نديروا فيه الناس هذوما. تو مرشينا مازال ما كملش. المرشي اللي رانا فيه رانا واحلين رانا نستنوا في امس الحاجه. معليش اذا كان رجعنا للمشكل القرط وقلنا ان الاوساخ والان الاوساخ كي راح القرط الان رايك الاوساخ؟ تروح تشوف درت لايف الصباح حتى الكرعه تفوت اللي عمرها ما فاتش علينا. لكن مازال متسخ السوق. مازال علاش؟ نسبه 50% تنحت بصح مازال مازال. واش لازم السوق باش تنظف؟ لازم يروح يتحول مكانش هذاك ما عايش سوق. لازم يتحول تحويل. والناس تسأل مادام تكلمنا عن التحويل لماذا لحد الساعة ما تمش تحويل السوق نعطيك علاش إلى مكانة في كوينين أو في طريق احنا ولاية كما هذه بطبعها وبالشيء اللي رايت تنتج فيه يقولوا قطب فلاحي قطب تجاري هذيك نورمالمون راهو سوق. عارف كون جاء سوق يديروا سوق وطني سوق ولاية الواد من كل بلايص راهم يجونا. احنا سوق تسلفت له الولايه 50 مليار باش تخدمه ومش معوله باش تكمل مكين ما كانش. ال 50 مليار هذه واش دارت؟ دارت 43 محل والسور والميزان وثلاثه انقرات اخرين مرقبات اخرين ما تخدموش نورمالمون فيه 160 في 43 و43 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 نورمالمون سوق ولاية الواد راه وينك؟ بصح لكني السيولة ما كانش وجاء وزير الداخلية قبل منين كانت الحكومة القديمة وعد ب 150 مليار وكنت في فرنسا أنا كلمت وعدت نكلم من بعيد ونعارك قلت لهم وين هي؟ نايم عليا باش نوصل لي ميساج قال لك يا خلاص وافقنا على 150 مليار لكن بعد راحت الحكومه ما كان حد شيء راحت 150 مليار وراحت في الريح. تو هاني قاعدين نديروا المره اللي فاتت اتفقنا معاهم على محلات باش يديروا لنا كاين 15 ولا 17 مليار عولنا باش يديروا لنا محلات عاديه هكاك 90 محل ولا هذيك قلنا نحولوا حتى في محلات عاديه فم ما نروحوش باش نقعدوا في السمش لان السمش اي خضره باش تحطها في السمش تو تروح من السمش تروح للسمش الاخرى منا هنا 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 عندنا محلات ندسوا فيها سلعتنا. قلنا لهم كملونا هذه لكن من بعد جاء قال لك وعدونا ب 50 مليار اخرى الموافقه. جيت نتكلم مره فاتت قال لي سيد الوالي بارك الله فيه قال لي راي خلاص 50 مليار مدارونا موافقه لكن لحد الان مازالت ما جاتش. يعني صافي 50 مليار ممكن تكمل لنا تكمل لناش اونغار اخر. احنا عندنا على الاقل 122 تاجر وممكن عندي 10 تجار اخرين راهم في الاضافي راهم معطيني على جهه مازال ما ديتهم لاش لان ديت لليست السيد الوالي وكل شيء كاين 122 تاجر. صافي على الاقل هذا اونغار اخر ونقصوا حتى في المحلات عدنا احنا المهم خرجونا من هالزبله حشاك كرم الله وجوهكم. نعم لكن الله غالب يلا لا باليد حيله انا راني نوصل في لي ميساج نروح لكني ما نعم نروحوا الى السؤال الاهم. بطاطا نمشوا من ال من من المهم الى الاهم. يلا
يا الله. شوف هذا أهم سؤال صراحة الناس اللي تستنى فيه. بطاطا. ولو أن فيه بعدها مجموعة من الأسئلة أيضا المرعبة. يقال بأن عملية تخزين البطاطا البطاطا عاد كل شيء بطاطا حديث الناس والشغل يا ودي. يقال بأن وقفت راك اليوم وقفت. كسرت البروتوكول سامحني سامحني راك اليوم كسرت البروتوكول حنا موالفين نمشوا قال لي فتحي راهو فسدنا البروتوكول تاعنا فك الفاصل الموسيقي تاع نخلوه بعد كل سؤال لا لا خلي يقال بأن عملية البطاطا أو عملية تخزين البطاطا باءت بالفشل وبأن البطاطا أتلف جزء كبير منها ما حقيقة ذلك بكل صراحة السيد إدريس القمي والله 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 كنعطي غير صراحة بإذن الله وتسمع غير الحقيقة ومن درك حد شي خليني نطلع شي موسيقى ونجاوب يا ودي ما طلعش الموسيقى هنا الموسيقى خليني معاك يلا يا سيدي شوف بطاطا بنفسي دخلت غرف التبريد تاع فريقو مديت منين جت لجنة المرة اللي فاتت وهذا جت صدفة ثاني رحت دخلت لهم غرفة غرفة لأن جوي كنترولوا فيها غرفة غرفة كاينة نوعيات في الشكاير ثورت شوي كما ثورت تاع الفلاح كما ثورت تاع الفلاح ما فهمت المهم هي كانت طورت شوي وهي توماتيك مو تطور لأنها طولت المدة طور وحاجة قليلة مش كلها فكاين اللي طورت وكاين لا أما الخمار أنا شفت هاك التصويرة وكلمت اتصلت بهم تاع البطاطا اللي يديروا فيها خامرة الشيء هذا أنا ما لاحظتهاش تم وشفتها بعيني والغرف كانوا مشمعين وكي تفتحوا ناي رحت تملك جيت حل هذه حل هذه حل هذه حل هذه شفت بعيني البطاطا وناي الغرفة اللي تكون مثورة نشمها لأن مو الغرف نقولها ما هي مثورة حتى ما يلقوهاش مثورة من القدام يلقوها من التالي لأن البطاطا تتنوع كاين نوعيات نعم الفساد ما فسدتش الناس تتكلم على انها خامره وانها فسدت خمرتش. وانها ما خمرتش عمليه التخزين لا الفشل لا اللي قالوا راهي خامره علاه ما راحوش كونترول علاه الدعايات علاه تهم في الناس مسموح لهم يشوفوا يروحوا يخليه كيما فريد والله يخليه وقال لي يجوني كتب هاي جاي شوف وممكن كلمه لانك اتصلتني فريد قال لي شو هذا منهم هذا عاجبك مش نقول له قلت له تتحدى تحرر الناس تتحدى كيما تحب ما نوصلش باش ندير حاجه اللي تضر الناس بلا ما نشوف شفت بعيني راني نهضر لك توكي من هالمنبر هذا يا وين كي نقول ثورة معناها باش تبدا تخمر ولا تدير اي بطاطا كي تطول حتى في الفريق وخاصه كي تعود ناقصه الشمبره شويه ناقصه البروده تدير تطلع تطور تطور السنارة تاعها عندي فيديو مصور هنا تاع السلعة ثاني اللي مطورة أيوه. اللي في السوق أيوه اللي من الفلاح اللي بعد اي والله أنا توكية البطاطا ما فسدتش باش ما يكذبوش عنك وما يديروش الدعايات ونتحداهم كيما راه اللي يقولوا خمرت نتحداه خليني نعطيك السؤال هذا إذن تفضل ما كاينش مشكل يتحدث البعض على أن إدريس القميري أنقذ المشكل الذي وقع البطاطا في الولاية ببيعها إلى مصنع شيبس عاونت في بيعها لانه تو نعطيك لا تاع شيبس لا كلمت واحد قال لي مرة العمال اللي كانوا نعم كلمت لازهر شيبة كلمت لازهر شيبة كلمنا قبايلي جا ثميكا شرى عليهم البطاطا كاين عسيلة ممكن جابوهم كاين ادوه منها هم البوفريك
قالوا لي دخل منها للسوق، قالوا تعال الفلاح عرضت عليهم، قال لك ما عندنا ما نديروا بها. هذه هي من بالتليفون ثاني بالهاتف، ولان علاه لان توكية عندي الفلاح لماذا بيا تفرق الغرف، لان تو رانا متورطين في الفلاح ما يدسش الزراعه تاع الموسم الجاي. ضياء تلابا محل الشنابر تاعه صافي فريقو مديت، لازمنا ودريس القميري والتجانيه وتاع قمار صافي. حنايا هكا توكية راهم يكلموا فيا الناس، لكن الحمد لله هاي فرغت الشنابر ودوها السلعه. ممكن لو عندك سؤال ما زالت فيها البطاطا ما عادش فيها، ادوها والغرف هي فرغت ورمي يسرجوا الزراعه. راني قدها واحد نزيد نبعث عليهم مع شهاده من ضمن ذات راهي تعمرت بالزراعه تاع البذور تاع الموسم الجاي. هذه واحده من الفكر الحوايج اللي لزتني باش نوقف ثاني يوم بها. وهذه وزيد تاثر على الخزينه تاعنا، الخزينه هذه تاع منها اللي باش تنقص على الدراهم باش نخسروا بها. هالبطاطا هذه هي خساره يا اخي، خسرناها وهذه توماتيك مو حتى التاجر يقدر يخسرها كي يصل لك ماك صافي باش تخسر الخزينه تاعنا. صح لازمني باش نوقف نعاون باللي كان لازمها تخرج. عاونت شوي بالتليفون كلمت لهم واحدين والباقي هم اللي خدموها والحمد لله صفت. والفلاح راهم يحطوا في سلعتهم توكية. علاش اسوام البطاطا كما يقول بالعاميه تاني يقول لك صرخت من اللي دجتنا هذه الغرف التبريد هذه؟ لا 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 ايه؟ لا راكم ماكمش فاهمين. شوف هذا السؤال، البطاطا كانت ب 2000 فرانك، كانت بكري ب 2000 فرانك، وكنا نعيط وقلنا لهم البطاطا راهي اليوم ب 2000 يا المستهلك. راهو الفلاح ينضر صح حقيقه لانه قيمت له اكثر من الشيء هذا. صح والاسباب تاع اللي ادتها باش تولي ب 2000 كانت الزراعه تدخل بكونتيتي وزيد كانت السلعه في الغرب وفي عند دفله وفي افلو كانت توجد بكثره كبيره، والكثره هذه كاين فائض معاه يدخل للسوق والباقي يقعد كيما صاير البصله تو وصار للبصله. كي هالفائض هذا وين يروح؟ الغرف التبريد. كي يدس في غرف التبريد يبغاها في السوق يدخل للسوق. صافي غرف التبريد معمرين والسوق معمر، تبدا بطاطتنا حنايا تخرج غرف التبريد تطيح بطاطتنا. هذا الشيء اللي راهو صاير لها. صافي كيفاش تولي ب 2000 تخرج لها هذه من منا. صافي تطيح توماتيك مو تطيح، لان عاد كثره عاد اكثر من الطلب. العرض اكثر هذا سبت الطيحان تاعها. والعام هذا وصر لها واحده من عند ربي سبع العشاف. أمطار صبت ما صبتش ما كانش جفاف كاين. صحيح هي صبت كنت المرة هذه الجفاف. وش دار؟ البطاطا جات قليلة والزراعة ما دخلتش ياسر، دارية تدخل 110 115 105000، لكني الموسم اللي فات دخلت 55000. كنت تي ما دخلتش وكانوا معولين على البطاطا لوكال، البطاطا لوكال ما جابتش وهال 55 لما كفتش. صافي البطاطا جات قليلة وخرج قانون المضاربة، قانون المضاربة زاد تعبنا شوي. هو يردع واحد الناس لكني تعبنا، لأن النسبة تاع المضاربين أقل من الناس اللي برجلين. كانت تمشي الأمور عادية كي قانون المضاربة وكاين ناس دخلت الأحباس. خافت الناس كل يا اخي، خافت الناس كل اي مولا غرف تبريد عاد خايف من الدسان الكبراني واش يصرى تو الدوله. وكاين واحد اللقطه كانت تجينا البطاطا من الماء الابيض وقافلو ومدريسها، كانت تسوى 10:30 وكنت تدير في اللايف هنايا ونقول لهم راهي البطاطا حنايا راهو خطينا، كان يجيبوا فيها البريكيه. وجانا مدير التجاره تم قال لك كيفاش تبيعوا فيها هكا؟ قلنا له هاو الكميه وهاي الدراهم وروح جيب لنا انت، هاي منين تجي البطاطا يا خالتي؟ اذا كان حابين تفهم توصلت جدرميه، البيع بجدرميه واقفه عليهم تم. علاش انا وصلت نلمد معاهم انا في البطاطا؟
كانت لان الشيء هذا ما شافوهش الفلاحه. شفت انا كممثل التجار كنت واقف عليه وكانوا التجار تاعنا تاع البريكيه كانوا يجون هنا يبيعوا خايفين نجيبوا ادريس ولا ما نجيبوش، وكانوا الفلاحه تاع افلو هذيك واقفين عليهم باش ضربي بالامن بيع كان الشد كاش تزيها صافي. كانت الدفو كانت الدولة كانت شايفة الأمور مش هي دولة تاعنا صافي. البطاطا ما كانش ستوك ما كانش سنة ما عادش البطاطا تو عادوا يديروا فينا باش يجيبوا بابور. أيوة وين هي البطاطا؟ خرجوا البطاطا يا سوافة وينكم؟ البطاطا توصلتنا طلعت العامي عشور راح الفلايح نورو لهم باللي راي البطاطا ما زدت لها 15 يوم 20 يوم باش توجد. كنت نوري فيها وهي اللايف البث المباشر اذا كان يتابعوا فيه يتبعوها ويخرجوه تو يلقوه طالع فوق العامي ننهج هاو الفلاح والصاير فيه يا خوتي شوفوا والصاير فيه هاو راو 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 داش وهي البطاطا قريب توجد قدك 15 يوم باش توجد. وكان حديثي هذاك هو وجدت البطاطا وتباعت بدت بربع آلاف وربع ونص وغايدتني ونقول لهم هالرجية هالبطاطا هذه بربع آلاف تساوموا بها هناك المنكر غايدتني بربع آلاف لأن الفلاح خاسرة خاسر في الأفير غاضني الفلاح باش يخسر وإذا بها حوايج أخرى من بعد تو نكملوه نكمل لك واش كيفاش مشيت وكيفاش لقطنا البطاطا وكيفاش هذيك باختصار باختصار هذه روح روح إلى ما بعده. انت مازلت ما كملتش البطاطا هذه بعض البطاطا يا اخي نعم يا اخي تحوس على تلميذ البطاطا كيفاش تلمدنا هاني ما نمشي لك بها بالدرجه هاني بديتك هكا راني باش نمشي لك بالدرجه سؤالك راني عارفه باش نكملها لك بديت بهذيك الشيء هذاك كاتب 4000 4 ونص هبطوا من الجزائر قال لك حنايا توكيه باش ندسوا البطاطا دوله باش تدس البطاطا لان ما كانش وعارفينها باش تطلع في رمضان يعني كتجار نعرفوا نعرفوا الميزو التجاره والميزو هذيك عارفينها في رمضان باش تولي وتطلع الاسوام تاعها صح. قالوا ندسوا قلت لهم واقع لازم الدسان لازم الدسان كي جو هذيك حوسوا دسوا عاودوا داروا شويه رجعوا ما عرفوش كاش يديروها مع سربلاك ولا فادي ولوا نقولها حل مع سربلاك جو. قالوا لي انا قلت لهم بنا نعاونكم باش نعاونهم ماني ما عندي الفايده مور قلت لهم قول لازم قلت لهم نشريكم البطاطا هنايا نوقف ما تبينوش رواحكم لان كان بالك عارف الشعب تاعنا صعيب كان بالهم باش يشرو الدوله باش تشري خلاص. قلت لهم نشريكم هنايا اعطوني باي ترونسبور اللي باش نكريه لكم والخدامه اللي باش يوفوكم وكل جهه نبعث فيها زوج كمين بلا ما تبان الضجه هذه كل لكني ما اتفقناش قال لك شيك وهذيك قلت انا مش نصدمك ببلاش حتى نصب هنا في ليزامبول مشاكل قلت لهم ما نخدمش ما نقدش بدو وحدهم وكانت وزاره تبعث وهذيك لازم باش يدسوا لازم هذا لازم التخزين لازم يكون كاش منها ما كاش تخزين لان كانوا قالت بكري كانت تدس صحاب بومرداس وصحاب هذيك لكن العام هذا ما دستش خافت الناس كل شق الناس خافت تقول لي دس البطاطا يقول لك لا يا لطيف المضاربه قالوا المضاربه واضح صح للفلاح ولا للتاجر ولا للحوش حتى بحوشكم داس تدح تو ايا شفتنا البلاد باش تخلط توكية بعد ما بدوا هذيك ومن بعد سقفوها 6000 لقوا الحداتها مش ما عجبتهمش في الشبيع وشريها مع الجماعه سقفوها ل 6000 جيتنا كنت سافر جيت بطاطا كي شابوها سقفوها بداو الجماعة تزيد في الأسوام وتزير في البيع الفلاحة بداو يزيروا في البيع حقيقة هذه ما عندما يهرب منها حتى واحد ونقولها بالفم المليان زيروا بداو يزيروا طلعوا في الأسوام تك 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 طلعوها للثمانية ونص عاد بثمانية ونص بس كاتب سبعة ونص ثمانية بديت رحت الورماس قلت لهم شوفوا درنا اجتماع مع الفلاحه قلت لهم شوف ترونسبور علي انا خلصني والله قلت خلصني قلت السيميات يا اخي مليون ترونسبور قلت لهم انا ورماس علي انا خلوه رحت الورماس رحت بديت زوز سيميات نسيبي بديت بيه بعد
باش يديها ب 6000، مازال باش يديها ب 6000. رحت للازهر شيبه قال لي الازهر زيدوني 1000. جينا جيت رجعت مازال هذاك ما راحش بالداجن. قلت لها واش كاين، درنا اجتماع اخر كانوا معنا جماعه، قلت لهم شوفوا زيدوهم 1000 نمشوا يمشوا معاكم. قالوا لي اوكي. كلم الوالي ولا ما على باليش، قال لي راه قال لك اوكي يا ادريس. كريت السميات خلاص، نحت من مسؤوليتي السيمي باش نخلص انا، بطلت خلاص. زاد نحت 7000 زادوه، بدينا نحولوا، بديت نحول لهم ودير في اللايف ونحرك في الحداثه باش يجيبوا الاخرين باش يتغير. جابوا تاع عاصي خلي تاع الرقابه بارك الله فيهم، وقفوا تاع قمار شوي تاع ديك. بدات الجماعه تتحرك معنا، لحقنا واحد 16000 ولا 17000. لامبلاج حبس، كي حبس لامبلاج كي حبس حبست القواشو ما كانش. قلت لهم ناري باش تحبس الحياه، الامبلاج ما كانش. وجماعه تبيع بثمانيه وزيرين يبيعوا بالتقشير، كل واحد ونيته هذيك تسلكه. هم يبيعوا بثمانية والدولة تقبل فيها ب7000 ولا 8.5. قال لك احنا باش نجيبوا الشكاير نعمروا في الشكاير، ما تزيد تاكس الشانتي ما يخدمناش. حبست، كي حبست الجماعة هاي اوتوماتيكمون باش يخدموا خدمة، يديروا الرابور باللي راهي حبست البطاطا ما دخلتش. تالت ربوراتها جماعة كل جات تسبيكاسيون، ولو هبطوها ل 6000 جبت روحي هنايا الحقيقه قد وبداو يدوروا عليها في البيبوات ويجيبوا فيها عقب وصل كيما داروا في وسمها. ها دخلوا البطاطا، انا رحت على روحي سافرت ورحت على روحي جبت روحي من ثم جبت روحي الحقيقه. عمروا البطاطا عمروها كل هنا فضت الحداثه تاعي، هنا جبت روحي جبت روحي طول هنا فضت. لكني تحوس على وقت على ما باعوهاش نعطيك نية توكية في رمضان. درت سوق الرحمة هذاك وين جبنا الحليب فيه والزيت والسميد، وكل يوم ننتربون يجيبونا وكثر الخير مدير التجارة اللي تكاشي تكاشي في الفاتر تاع الجماعة وتجيبنا نبيعوا فيه بصومته، وهذيك الحمد لله نفعنا ياسر ناس هذي بها. اشتيت نية مو يجيبونا منها، حاولنا فريقو ميدي تخطيه، الولاية خطيها، مدير التجاره تكلم حذايا جيب التليفون وكلم، مدير الفلاحه بعث الرابور اعطونا البطاطا. والبطاطا كانت من الاول كونفونسيون للجزائر مبيوعه تو تاعهم مش تاعنا تو، خلاص ما نقدرش نتحكموا فيها احنا. صح. هم توكيه ادوا منها قبل رمضان، في رمضان قال لك ما عندكم مدخلكم وكل انتم. هم كانوا نيتهم ممكن خايفين من تسوام تطلع اكثر، ما فهمتش مش اني عارف حاجه في نفسي يعقوب الله اعلم. نا مش نقول نا نفتي على واحد اخر، هذه حاجته باش نتحكم فيها، انا ما نقدرش نتحكم فيها. صحيح. والسلعه كاين الناس تقول لي راهي ليك انت، نا مش ليا انا السلعه خطيني، نا ما عندي حتى سلعه وما عنديش البطاطا بزوز بيبوات دارها من الطفل تو زرعها حتى البطاطا ما زرعتهاش. علاش دريس علاش يا ريت الاجوبه تكون باختصار، لان اخذنا وقت طويل ومازالت عندنا مجموعه من الاسئله. علاش بعض التجار ناقمون على البث اللي راه يقوم به دريس هذا، خصوصا تجار التجزئه لانهم يحوسوا بكثره، لاني كنت اني ندور وديما ناقمين. علاش نعم ينقموا، لان ناقمين على دريس قميري بك البث اللي يدير فيه في سوق الجنه. لان كشفت، لان كتاجر بالجمله وكالتجار تاعي اللي تابعيني بالجمله رانا نبيعوا لهم الناس هذوما كريدي ونبيعوا لهم بسومه معقوله، وحنا ما عندناش فوائد كبيره باش نقولوا هذيك، ونتهموا بالتهم تاع باللي رانا حنا كبابل ولا حرام. علاه نتهمنا كتاجر بالجمله؟ علاه يتهمني واحد محتكر ولا ما يقنعش يشري عليا بخمسه ويبيع ب 15؟ علاه؟ هذه في بعض التجار مش كلهم. يجي مثلا يبيع لك تبيع لها بخمسه يبيع لك ب 15 مثال، يتهمك انت باللي راك انت اللي تبيع لها بالغلا. نطلع على السعر. ايه علاه انا يا خويا انا عادي قداه بديته اللايف هذا؟ عاد لمده 4 سنوات بديته وحده باش نحيا المضاربه ونوضحوا الصوره الحقيقيه لكل واحد. لان الناس هذو مواني حوسوا على العمى، حوسوا على واحد اعمى باش ياكلوه ويكسروه. حوس على الغافل. احنا ماشي نحوس على الغافل، انا كنحبوا نوضحوا
الصوره قداش ندوا فايده كل دوله دير لنا اسوام قال هاو قداش تبيع وهاو قداش تشتري مستعدين كتجار يعطونا فايدتنا برك احنا بصح احنا كي ندير اللايف نوضح في صوره وزيد اللايف اللي راني ندير فيه راهو جلب تجار اللي ما كانوش يجوا للواد دار حركه في وقت الكورونا اللي ما تصورهاش في راسك وحركه اعلاميه في كل الدول ولايه الواد كل يوم يكلموا فيا وكاين تجار علمتهم التجاره ويكلموا فيا من غردايه ومن سوق راس وهذيك وعلمتهم التجاره وممكن كونهم يتابعوا تو يكتبوا لك اذا كانوا يتابعوا فينا يكتبوا لك من البث وكون نوري لك لي ميساج اللي عندي تقول لي ادريس وكون نديك معايا تسافر معايا وتشوف الناس كيفاش الحاج الحاج ندخل البلاصه يقول لي خالص روح العام شكون هذا بالك هذه 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 ايجابيات اللايف اي والسلبيات تاعها في سلبيات السلبيات تاعها السلبيات تاعها مثلا كدير الصومه كاين فلاح ما يشتوش يدي الفايده هذاك يزيدوا عنه مثال هذه سلبيات هذه ولا تجي انت تشوف اللايف ادريس داير ب 10000 قال ب 10000 كيفاش تبيعها ب 15 هاي سلبيتها صافي صافي وزيد كاين اللي ما يفرقش ثاني حتى من المستهلك حقيقة كاين مثلا جاوني نوري فيه سلعة هذه موية ب 10000 وهذه هذه برميه قداه ما يفرقش السلعة صافي ما يعرفش اللي يتهموا فيك بتحطيم الأسعار في من يقول نتهم مدريس بتحطيم الأسعار في من يقول بلفظ بالكذب وعندما تصبح سلعة الشمال لا يقوم بذلك علاه كيفاه في من يقول أن لما تكون سلعة تاعنا تاع البلاد يحطم عليه الحط الاسعار لما تكون سلعه هكا هذا ما يقولون لما تعود سلعه الشمال يحبوا لانهم تشوف العبد اللي يحوس ادريس باش يكسره كسره علاه انا ندير هكا هل تراه ننقذ بلادي ولا نكسرها الناس مرات بتتفق علاه كي تولي بطاطا ب 2000 تقول لي هي ربي يصور الحاج ادريس صور كي ولت ب 15 وعوديك وما طقوش التصوير عليه غالي انا غالي افهم هنا الموضوع كيفاش او كشفني او كشفني منتجات العمائين اي تونس من نفطة من حزوة لتونس العاصمة اسوام واحدة نفس الاسعار نفس الاسعار عليه هنا هل ترى القانون وش يقول هنا يكون يتبعوا القانون لازم بلاكة على الاسعار ولا ما كانش صح يعني وضحت يا اخي تطورنا يا اخي يا اخي انتم توية تجار هل يرام يشتروا بالسلع شد عندهم تليفون ما عندهمش صح يشتروا السلع ويوروا لصاحبهم من بعيد شوف يا اخي عهد اخر رانا فيه تو عهد الانترنت عهد البث المباشر عهد الميص وصنجر يا اخي صور وقول له ربي واشي وش رايك في هالطاس ما كانش واحد يتكلح يا اخي تحوس انت تكلح الناس تحوس تكلع الناس صح انت وش غلقك انت مني يا اخي القسم بيد الله مش بيد العبد نعم خايف رو بيد ادريس القميري القسم في من يقول لك لماذا تتحاشى في اسعار الفواكه والزيتون يعني تو نعطيك يوميا شوف الزيتون هذه الفواكه تو نعطيك 20 خطة على روعة ودرت لهم من المصر من البلاصة تاع الكونديسيونمون الزيتون في السوق كاين محل في ركن جاري كي نعود ندور نحوس وانت باش نكمل طك ونجي عاقب صورت من 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 المنبع ذات ها هو الزيتون ها هو وين الفواكه يوميا احدى كاميوني يوميا احدى كاميوني وكاميو خويا وكاميو صحابي يوميا ها هو اليوم ها هو انا ونشوف وتبع لي لايف وكل تلقاني في الاسعار تاع الخوخ المبغره هذيك كيفاه نتحاشى فيه يراهم مش لاقين وش يهدروا الناس يحوسوا يكسروا وخلاص من الاخر نعم ايوه في سؤال مهم جدا ايضا راح نسال عليك هذا ايضا هذا وصل في الخاص يعني ممكن يعرفه واحد واحد لكن لازم نسال عليك ويا ريت تجاوبني بكل صراحه مهم جدا جدا هذا لازم نسمع عنه موسيقى باش نعطيك السؤال ونسمع منك الجواب لا بتني
حاجة راني رسميا نعطيه لك متني. يلا ارفع لي موسيقى يا فتحي لأن السؤال مهم جدا هذا. يا ودي وريت يجاوب عنا بكل صراحة. هل يمتلك السيد دريس القميري الجرأة ليخبرنا عن المشكل الذي حدث بينه وبين النائب البرلماني عبد القادر قوري كادير؟ نعم، عندما كان رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة. كادير قوري، كادير قوري في قلبه طيب، بينك وبينه في مشكلة. قلبه طيب، لكني كاين ناس دخلت بيننا وبينه، بينك وبينه، بيننا وبينه. أيوة. اني نايا وبين مش كان نايا صديق، مش كان نايا توني ماشيني وحدي نايا في الغرفه. نايا اول ما دخلت الغرفه بديت نخدم لها، حبيت نديرها قويه الغرفه. الغرفه هذه حبيت نكونها ونكبرها. باش نكبرها اول ما جاتني الفكره بديت بالاتفاقيات مع رئيس مع ابن المجد بني حيان، مش بني حيان، الرمال، وبديت نكون فيها. قلت ندخل أكثر عدد من التجار باش تولي عندها قيمة في الجزائر كاملة. الكاشي ما عدناش كدير، مش يجينا الغرفة الحقيقة، مش يجي ياسر. وكان الكاشي عند رشدي، مشينا فايقين به. وكنت نهضر مع النائب الأخر مش يجيب لنا كاش، وهو يقول لي توني. قلت له ممكن ما قالهاش مشيني عارف هذيك وقاعد. المهم توصلنا اخر لحظه، عدنا عدو زوز من النائب الاخر و يتناقروا مع بعضهم. نورمال مو يدخل الرئيس ما. وجت وقت تاع المالي وهذيك تقارير، احنا درني مش حاضر، الجماعه مش حاضرين. كنت تدروني مش حاضر، داروا هم ثلاثه ولا اربعه من الناس داروا سنيو بالهذيك. ومن بعد احنا غضنا الحال، كتبنا بهم، كتبنا وبعثنا للوزاره، كتبنا وبدينا نسنيو. كاش ما قالوا راح هو الجماعه الاخرى وداروا هذيك. المهم هو من حق يدافع عن روحه ما دام احنا كلمنا قلنا له هي فضلنا ما فيها شيء، كتابنا واش نبعث للوزاره. ومسبع من الناس هنا هذيك محبس العداده، بعثنا الورقه للوزاره وكل شيء. هو ثم تكمل باش يدافع عن روحه. من بعد واش يديرون؟ يديرون كلون، تلموا كلهم كلون، نظرا للتشويش دار هذا وين ينفصلوه، نظرا هذيك ينفصلوه، نظرا هذاك وين يدار عركه. هو ذا حبيت نتبع، لكني من بعد وصلوني وذيك وفكنا مشاكل وذيك جبت روحي حقيقة. طلبت النظام، طلبت النظام الداخلي، طلبت حوايج معقولة باش نشوف النظام حقي وشو. قبل نبعث للوزارة طلبنا النظام الداخلي، ما قالوا لنا ما كانش، وهو كاين حبوش يمدهولنا. صافي عدنا حنايا وعاد يدور في حوايج وحدهم، كاكا بلا منفيق ونايا نايب كيفاه منفيقش، ولا نديروا في او ديجا المدير ربي يهدي هذا ما نقولها وحتى هذيك يدير في ملتقيات تاع تصوير تك تك صور هذيك. ندرنا ملتقى نورمال مو كي نديروا ملتقى ولا حاجه نكلموا نروحوا للناس هذوما نحشموهم باش ناثروا الموضوع هذا يا واني، وباش نديروا حاجه سمحه للبلاد. انا جاي نخدم ماشي جاي ندير في البرستيج، لكني الجماعه تدير في البرستيج وتصور هذيك، انا ماشي تاع تصوير، انا نحوس نخدم البلاد. كون جات غرفه هذه يا واني فيها مثلا هم تو يقولوا لي هيا باش نقدم، قلت لهم ما نقدمش خطوني ما نقدمش صحيح خلاص ما نقدمش لا نشدش لي. نعم علاش مؤخرا في من يقول لك علاش ابتعدت على اللايف في مده الاخره مع شيبان دريس؟ لماذا؟ غلغتني الناس، نقول لك صح غلغتني وسافرت. اللي جاني عدي سمنتي 17 يوم للبر تغلغت، ندير في حاجه ايجابيه ومليحه للبلاد. وعارف روحي كاين الناس قسما بالله قسما بالله، وقالوا هالي في الجامعات
راهم يديروا في دراسه من اللايف، دراسه من هاللايف، لانه اللايف كلش على 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 الحق على الحقائق، كلش على الواقع وعفوي، ماشيني نستنى في الناس باش تطلع قدامي كي ندير اللايف هنا، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا ديريكت، لا نستنى في الناس باش تطلع، نعول على ربي ونبدا. نعم. في من يسأل عن طريقة توزيع تحسيسات الجار الغربية عندما كان هو رئيس الحي، حيث توجد بعض العائلات لم يخرج منها ولا شخص، لماذا؟ أنا بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا الشيء اللي خرجتهم والناس اللي خرجتهم ووقفت عليهم الحمد لله رب العالمين، فكيت وعندي الليست اللي خرجوا لي، لكني في الدائرة أكعارفين نظن كاين ناس تبدلت في الليلة، تبدلت ذات نحت وذات أخرى، لكن عدلها واحد الشهر الليستة اللي درت هنا، حليت هنا، حليت كأني داير دائرة دائرة في حوشي في قراجي، فتحت الباب في رمضان وبديت وكلمت الميساج محض القضائي وعدت نخلص فيه من جيبي وندور فيه على الـ على الـ على, الـ على الحشان تاع الزواولة هذوما وين اللي مدوش، ودرت لهم محضر قضائي، خرجت لهم ودرت لهم اسم حاضر، ودرت ليستا فيها عندي في السيارة تو عادلها واحد ثلاث سمانات ولا أربعة ولا نظن شهر ولا فايت قبل رمضان، المهم أديتها للسيد الوالي وقلت له، حكيت له قلت له هذه رانا اتفقنا احنا الوالي العفاني قبل، قال لأن نظرت فوضى وهذيك وهفتناها احنايا وكنا دخلنا للوالي، قلت له أنا شوف سيد الوالي هذو الناس راني ندير لهم محاضر وندير لهم هذيك ونجيبهم لك، وجبت لهم في الولايه محطوطين عندهم، وزدت التوكيه دعمتهم لاني لاني رئيس حي تو ولا والو، لكني ولم يفيقوا بيهم على بلومش بيا، لكني رحت هزيتهم وديتهم للسيد الوالي وقلت له هاك سيد الوالي هذا موني راهم حطوهم بعين الاعتبار اذا كان عندهم ويستاهلوا مدوا لهم، اذا كان ما يستاهلوش ما تمدلهمش. نعم. بسرعه طريق الموت الى متى يحصد الارواح؟ الحمرايا. حمرايا بسرعه. والله نتمنوا من مش الوالي وحده، الوزاره كامله، لان الطريق هذا احنا مشينا شتين نحبسوا كتجار، نحبسوا الخدمه طول، لان احنا مضرورين، ديجا وماتوا فيه زوز مرة فاتت وتكلمنا على الف خطره، لان تخدم خدمه عوجاء، لان ما رمدونا كي خدموه واللي شده حتشي ربي واللي عالم بيه ويخلص بيه يخلص فيهم. والتو قسما بالله هي كان طوموبيل كونفور وهي تلعب بيك تو، وكما ان راهي طالعه هابطه واولادنا راهم طالعين هابطين، وش الحل وش ندير؟ لازم لازم يتخدم، لازم يتحط بعين الاعتبار اكثر من اي حاجه. خاطي مشينا شاتين احنا دعوه كهرباء، مشينا شاتين نديروا المشاكل، باغي نحبس الخدمه ذات انا واحد مستعد نحبس الخدمه، تلزمنيش الخدمة، يعني في الخطر يوميا هذا طريق. نعم. يعني هاك المنكر يعني لدرجة أنه كثير نعرف من شفراوي يقول لك راني لما العائلة تاعي أمي ولا زوجتي يسمع بأني مبعوث من طرف الشركة الفلانية إلى الواد خطر، الناس كامل خطر خطر شو فرتنا كل يعني الناس كامل والله تقلق، لأن صراحة طريق الموت للأسف شديد إلى متى يحصد الأرواح، طريق الموت طريق الحمراء إلى متى يحصد الأرواح، هذا نداءنا إلى جميع السلطات المحلية والسلطات العليا وإلى رئيس الجمهورية وإلى كل من يسمعنا، طريق الموت من بسكرة إلى ولاية الواد راه طريق خطر على أولادنا، ضحايا من يتحملهم، طريق الموت طريق الموت طريق الموت، إن شاء الله يا رب يسمعونا ونحن هالأزمة تاع طريق الموت صراحة، لأن صار أمر مؤسف جدا أن كل يوم الواحد من الصباح يحل الهاتف تاعه ولا فيسبوك ولا إنستغرامه مباشرة يجد شاحنة مقلبة، يعني للأسف شديد أرواح تزهق. الله التجار تاعنا رام 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 قريب فيجتين ثلاثة فيجات في السمانة، وليت الوقت ما تسهل صراحة. بسرعة ما تستفتح الحدود مع تونس؟ يا تو رام يقولوا رانا فتحناها على حسب ما رام يقولوا، احنا ما عدناش عارفين تو هل ترى فتحت صح ولا لا، تو اللي يقول لك اي فتحت انا مستعد غدوه تو نصرجي فيها بصله ونديها تم وين متوانسه ولا لا، كاين شاري كاين والله نلقاه كاين تو نكلم. نعم خاطي هات لي الفتحان اكيد
إذا هكذا تقريبا معظم أسئلتنا رانا سألناها، فيه بعض الأسئلة الوقت راه دهمنا. نعدوا أيضا إن شاء الله راح يكون معنا في الموسم الثاني سي إدريس القميري. مشكور سي إدريس على حضورك معنا، يعطيك الصحة. كلمة أخيرة تحب توجهها إلى جمهورك اللي راهو يتابع فيك. احنا شايفها مجبور هنا، راني والله راني عمري 52 سنة ونظن ما عدتش باش نعيش أكثر من باش نعيش 52 سنة أخرى، لكني ساعات تعليقات ما عندها حتى معنى. إنسان ما تعرفهاش كي تقول له أنت فيك وأنت ما تعرفنيش أصلا، أصلا ما تعرفنيش، كيف تلحقني الهدرة؟ ليه مش مشكلة نحبس اللايف، شوف من يعرفك في السلعة بقده، كيفاش أنت حتى عود تعرف تتحدث هنا في اللايف؟ كيفاش عود تعرف سوق الخضرة أنت؟ كيفاش تعرف الأسعار أنت؟ كوم جيش اللايف ما تعرفش أنت وش صاير. نير البث هذا يواني واحدة مضاربة نح، ثاني نوضح الصورة الحقيقية للتاجر والفلاح، وهذيك ما كاش واحد يتهم واحد. إذا كان الفلاح خدم عليها يستاهل، إذا كان التاجر احتكر يستاهل، إذا كان المخزن احتكر يستاهل، كل واحد يتحاسب على روحه. ما يتحاسبش ني شكون قال لك انت المرة هذه راه هذا يدس البطاطا ولا هذا اللي يدس البطاطا؟ انتم تتهموا في التاجر دائما، دائما تتهم في التاجر، التهمة دائما تروح للتاجر، تجار فجار عليها التاجر. انت وين عارفة هاو انتصر المشاكل في السوق عندي كممثل تجار وكتاجر من القدم. وقتاش تصرها ما نقولكش التاجر رو ملك ولا نزيه 100%، كاين مش مليح وكاين المليح صح، لكني وقتاش تصرها كي يدخل كاميو طماطم في السوق واحد، وش يصرى له السيد اللي جاي بشريها بعشر الهاف؟ أول شيء يجي يحطها بطنشن الهاف مثال، جي انت تشريها عليه بطنشن الهاف قل له خليها كل، زيد شيء أخر قل له بثلتاش زيد يشريها وهي طالعة، تصب حاجة من 10,000 إلى 15 أو 18,000، ها هو يوقع الاحتكار وتوقع المشكل. إحنا عندي صبها بيها بسوما بعد شنك هذا منتصر عندي. وما التجار اللي رام يجيبوا من الجزائر العاصمة مثلا، يا والله 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 يكون يحسبوا ترانسبور والمصاريف ترانسبور، لأنهم التجار تاعنا كلهم يحسبوا ترانسبور، كلهم يحسبوا صورنا بعنا بدي بنا فشلناها بنا في بسلاب بنا بسبع آلاف، هو مضرور هو ألف فرنك مصاريف، ألف مصاريف بلا اللي طيشها وبلا اللي ياكله بلا دراهمك راهي هاملة بلا شروطها تقول طب. المهم جي يحسب الحساب هذا يروح برا، ياسر شركاء داروا شرك ورجعوا زروات، قال لك واحد علاش فلاحة يكرهه، قال لك روح اخطانا الفلاح يقول لأنك لأن قلت الحقيقة. نعم لأن البطاطا طورت الله، مش كلهم حاشا معاذ الرحمن، لكني كاين بعض من الفلاحة الله يهديهم، كل واحد راه يتحاسب على اللي في قلبه، كل واحد يتحاسب على نيته، لأن كاين البطاطا وصلت الماي حتى نثورت قدك الماي، بطاطا من جام في الماي وين كانت؟ أين؟ وكاين الناس اللي راي تبيع يوميا ما عندها عنده كم يزوز يبيع، كانت نيته طيبة ونيته سليمة ويخدم على روحه عادي، وني ما عنديش مشكل كي تطلع البطاطا تطلع بذريحة، ما تطلعهاش انت ما تسكرش عليها الباب، تحتكرش ما تحتكرهاش. سيدي يعطيك الصحة دريس، بارك الله فيك، شكرا لكل من شاهدنا، رانا دخلنا في يوم الجمعة، مشكورين جميعا على مشاهدتكم لبرنامجنا تكسيرا، نعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا ضيف مميز. نشكر دريس مرة ثانية وثالثة على قبوله الدعوة وعلى فتح قلبه للمشاهدين وإلى كل الأسئلة، وحاولنا تقريبا هذه كل الأسئلة اليوم قلت لكم والله ما استقصيت تقريبا على سؤال، كلها جت الأسئلة مباشرة أول ما دلنا الإعلان، هذه كل أسئلتكم، هاو كان معكم السي إدريس، استمعتم إلى أجوبته وإلى أسئلتكم جميعا، يعطيكم الصحة. شكرا فتحي شايب على الإخراج، يعطيك الصحة، شكرا يا سيد أيضا على المساعدة، شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.